أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة الكهف الآية رقم 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. دكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية، أنا لفت نظري أن ربنا سبحانه وتعالى ما قالش إن لا نضيع أجر من عمل. دايما سبحانه وتعالى يتكلم عن أو يتحدث عن المحسنين، من أحسن عمل، يعني إنه العمل يبقى في أحسن صورة وفي أبهى صورة. لا، في كلمة بس اللي هي أحسن عمل. ده ربنا حدد لنا أحسن عمل. إيه أحسن عمل في الآية؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات. يبقى أحسن عمل تعمله في الدنيا تآمن وتعمل عمل صالح. فماشي أما أعمله هو خلاص بقى أحسن. ربنا بيقول لك إن لا نضيع. تمام؟ إن لا نضيع أجر من أحسن عمل. فمن هنا بقول لكل الناس اللي بتشوفنا، لابد أولا هو العمل الصالح مش هيتقبل منك إلا إذا كان في إيمان. وكلنا الحمد لله مؤمنين بربنا عز وجل وباليوم الآخر وبالكتاب وبالنبيين، كلنا مؤمنين بربنا عز وجل. ينقصنا بقى العمل الصالح، بنعمل العمل الصالح بس هل هو كافي؟ هل هو نتباهى به يوم القيامة؟ هنساب على العمل قليله أو كثيره، كل واحد على قدر استطاعته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن خلي بالك الوسع ده اللي بيحدده ربنا مش انت، هو عارف وسعك، عارف طاقتك، يعني انت تقدر تعمل ايه. بس ليه ما عملتوش معايا؟ هي دي المشكلة اللي احنا خايف انا منها، نسأل عليها يوم القيامة، انت كنت تقدر بس ليه ما عملتش؟ هنقول ايه؟ الدنيا اللي غلبتنا، شغلتنا اموالنا واهلنا، ولا هيبقى ازاي؟ فربنا يستر وما نقعش في الحته دي. يبقى امنوا وعملوا، ده احسن عمل في الدنيا. اما اعملوا بقى ربنا مش هيضيع الاجر بتاعي. صحيح. تمام؟ احنا في شهر شعبان والاعمال بترفع لربنا سبحانه وتعالى، ويعني اي الاعمال اللي انا احب انها ترفع، هل بقى ايه يعني العمل اللي اي كلام، ولا العمل الخير، ولا العمل اللي انا لازم اسعى له مش هو اللي يجي لي؟ يعني حضرتك اشرح لي كده على القصه دي. بص، هو افضل عمل بناخده بالترتيب زي ما ربنا رتبه وزي ما سيدنا النبي علمه لنا. العمل الصالح كتير، اشكاله كتيره قوي. يبدا بالذكر وينتهي باللي هو الايمان، وينتهي بالانفاق في سبيل الله. لكن لما سيدنا النبي بيقول لنا عن احب الناس الى الله، هنا هنقف بقى. احب الناس الى الله اللي هو بيعمل عمل ربنا بيحبه قوي بقى، بيحب العمل بتاعه ده فحبه عشان عمله اللي هو بيعمله. ايه هو بقى احب منهم؟ احب الناس الى الله عز وجل. فقال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه، والحديث متفق عليه، انفعهم للناس. الله خير الناس، ده ما جابش انفعهم للناس. القوام، الصوام، المصلي، الكلام ده ايه ده؟ احب الناس الى الله انفعهم للناس. طب تعال نشوف بقى في نفس الحديث، واحب الاعمال اللي بتعجب ربنا او بحبها قوي. قال لك واحب الاعمال، السائل ما سالش سيدنا النبي عن احب الاعمال، لكن سيدنا النبي كان بيستغل اي حد يسال ويكمل هو فيما يفيد الامه، لحرص النبي على الامه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا رب، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. سرور تدخله على مسلم. حدد لنا بقى السرور. مش هقول له نكتة يضحك أنا كده بقى عملت عمل ربنا بحبه، لا، ده أمال إيه؟ قال لك تقضي عنه دين. ده شغل جمعية البر والتقوى بقى. تقضي عنه دين. معانا دلوقتي ناس محكوم عليها بالسجن احكام نهائيه حوالي 65 حاله. وجات لنا بنت من كام يوم من محافظه البحيره، ابوها وامها مسجونين. عشان كانوا مجوزين بنات عليها حوالي عليهم 40,000 جنيه. هم في السجن حاليا. بتقول انا نفسي ابويا وامي يرمضانوا معانا. هم اتسجنوا عشان جوزونا. ما اتسجنوش عشان جريمه اخرى. فتخيلوا، ادي مشهد تقضي عنه دين، هتساعد الناس اللي زي دي. احب الاعمال الى الله عز وجل. وايه تاني؟
او تطرد عنه جوع. اللي هو الكرتونة اللي بقولك نفسي اعممها يا عزيزي المشاهد طول السنة مش رمضان بس. طب خلاص احنا في شعبان انتوا بتشتغلوا كده، انتوا بتشتغلوا احنا شغالين بس مش بالكمية بتاعت رمضان. احنا الوقت في شعبان. طب انا بقول لكم انا مستعجل، انا عايز مليون كرتونة. انتوا السنة اللي فاتت حاجة وحوالي 750 ألف كرتونة، يعني تأكل 5 مليون مثلا. المليون كرتونة هنقول 5 مليون واحد، يعني الكرتونة تقضي مثلا أسرة أسرة حوالي 5 أيام. ده استنى، ده 5 مليون في يوم، اضربوهم بقى كمان في 5 توتال، متوسط 5 أفراد في 5 أيام كمان، يبقى ال 5 في 5 ب 25 مليون واحد انتوا هتفطروهم في رمضان. واللي بيفطر حد في رمضان له من الاجر مثل اجره، لا ينقص من اجره شيء. خلاص كده انت شوف بقى هتاخد ثواب قد ايه بقى، كام صيام، ما انت عندك في ايام ما اتقبلتش. تمام. الحق بقى في كده بكرتونه. الكرتونه تكلفتها 150 جنيه بدون فراخ ولا لحمه ولا حاجه من، وربنا يستر. طبعا احنا انا بتكلم عن كرتونه رمضان من بدري عشان الحق الاسعار، فانا بتكلم في نقطه ما تحسبهاش، يعني انا بحاول اسبق بخطوه. الرز كان بكام والنهارده بكام، المكرونه كانت بكام والنهارده بكام، ان في بعض التجار للاسف الشديد بيستغلوا المواسم، رغم ان المفروض ان هو في الموسم ده يرخص عشان الثواب، بنيه الثواب. فاحنا تكشف عنه قربه، تقضي عنه دين، تطرد عنه جوع، لاحب الاعمال الى الله عز وجل. ده بقى ايه اللي ربنا قال عليهم ايه بقى؟ إنا لا نضيع اجر من احسن عمله. طب هندخل في الصدقات. انا عايز اعمل صدقه، يبقى اخد افضل الصدقه. ايه افضل الصدقه؟ سقيا الماء، اللي هي سقيا الماء اللي هو البير الاول، المحطه بتاعت الميه يليها البير مباشره. فبنضطر نعوض بقى الناس دي، نعمل لهم ابار في المنطقه بتاعتهم، وده بيرد على ناس بتقول لك ما المنطقه فيها ميه. بس هو ما يقدرش يستهلك ميته كلها من عداد المية. هيدفع كتير، هو قادر يدفع 50 ولا 100 جنيه، مش قادر، مش لاقيهم اصلا. فيعمل ايه بقى؟ بنعمل له بير، يبقى يغسل منه، يسقي حيواناته منه، وبيشرب منه على فكره، عشان في الاخر يلاقي دافع ايه؟ 10 جنيه. معقوله؟ طبعا بنحلله، لان ساعات بيقعدوا يشتمونا يقول لك انتوا ورطتونا، احنا مين قال لكم ان احنا نقدر ندفع كده يعني. فبيبقى الميه بالنسبه له يروح يملى من البير، مش خسران حاجه، واستهلاكه بسيط جدا عشان العداد. فبقول محطه الميه يا جماعه من افضل الصدقات على الاطلاق، لان المحطه بتنقل الميه، بتخليها ميه معدنيه نموذجيه. وبالتالي انت بتقدم صدقه. انتوا عملتوا كم محطه لغايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي شغالين في ال 11. 11 محطة. فين بقى؟ في أماكن شغالين. عملنا محطة في المنيا، وعملنا محطة في الأقصر، وعملنا حوالي 6 محطات في الإسماعيلية، شغالين في 2 كمان، وفي محطة بنجهز فيها دلوقتي هنشتغل فيها اليومين الجايين، خلاص حفرنا في بير العبد في سينا. تمام. اللي قدامنا دلوقتي دي محطة المحطة اللي معمولة في محافظة المنيا في قرية النصر. كبيرة شكلها. ما هي ولا هي ستاندرد نفس الشكل؟ لا لا، هو احنا بنعمل محطة تكفي قرية وقرى مجاورة. في محطات صغيرة. حاسة ان دي اكبر من اللي كنا بنعرضهم قبل كده. دي كبيرة شوية. تمام. لان طبعا بعرض الامطار، في 5 امتار، في 10، في 20 متر. فكل شوية انت بتكبر المساحة شوية. فانا بقول في شهر شعبان انا برتب اعمالي، ان انا بستعد لرمضان في التوقيت دوت، ان انا بجهز، لازم اعمل عمل صالح تقيل جدا كبير بترتيب اللي سيدنا النبي رتبه لنا، سواء كان في الميه كصدقات، او ان انا بقى عايز انضم لاحب الناس الى الله. هو مين فينا مش حابب ان ربنا يحبه؟ بس الحب ربنا بيحب عباده، لكن مين احب الناس الى الله بقى في العباد؟ ليه ما بقاش انا من الاوائل؟ الواحد بيحاول يذاكر ويجتهد عشان يجيب تقدير. طب ما تيجوا بقى نذاكر في الدنيا ونجتهد في العمل الصالح عشان نبقى يوم القيامه واقفين كده ورا الانبياء والصديقين والشهداء. فانا بقول للناس ان احنا في شهر شعبان سيدنا النبي كان بيهتم باهتمام غير عادي، لدرجة ان الصحابة كانوا بيسألوا سيدنا النبي بيقولوا له ما لنا نراك تصوم كثيرا في شهر شعبان دونا عن باقي الشهور، طبعا على رمضان يعني. فقال هو شهر يحبه الله
ويرفع فيه العمل. معايا؟ وكثير من الناس يغفلون فيه، ما ياخدوش بالهم، مش مهتمين بيه. في ناس بتهتم برجب قوي وبعدين تاخد راحه في شعبان وتجهز بقى في رمضان. لا، فسيدنا النبي كان بيهتم بشعبان قوي عشان عمله يرفع وهو صايم. شوف بقى انت عملك هيترفع. ايوه. حاول بقى تكتر من الحسنات اليومين دول، وحاول بقى تشيل ذنوب، ما يطلعش الذنوب مع الحسنات، هتبقى مشكله. والحسنه بتشيل 10 سيئات. فانا كل ما هعمل صدقات، دي بقى الصدقات بالذات يا جماعه ملهاش عدد معين من الحسنات. ما هيش ب10، ما هيش ب700، امال ايه؟ دي بقى من والله يضاعف لمن يشاء. معايا؟ خلي بالكم من النقطه دي كويس. عشان كده هي من احب الاعمال الى الله عز وجل. عشان كده ربنا بيقولنا في القران: واجعلنا من الماء كل شيء حي. وعايز اقول لكم، لن تنالوا البر الخير في الدنيا والسعاده في الدنيا وفي الاخره، لن تنالوا البر، لن تنالوا الجنه حتى تنفقوا مما تحبون. ان انفقت إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. طيب، وصلتوا لكام بير في مبادرة ال10,000 بير؟ انتوا عاملين مبادرة ضخمة جدا. هي المبادرة لغاية دلوقتي احنا كسرنا حوالي ال5,000 بير. لكن بدأنا نهتم قوي، بنوجه الناس للمحطات أفضل في التوقيت ده، لأن لازم أعمل لكل قرية عملت فيها بير، لازم أعمل على الأقل لكل قريتين جنب بعض محطة مبدئيا. لغاية ما ربنا يعيننا كده ويعين السادة المشاهدين ان هم يعملوا لكل قريه محطه ميه. يبقى احنا كده، ده حلمي في الفتره ديت، املي في سنه 22 نقدم لبلدنا مصر سرقه كبيره جدا، وهي كميه كبيره من محطات مياه الشرب، عشان اسيادنا الفقراء من حقهم ان هم يشربوا ميه كويسه. من حقهم ان هم يشربوا ميه وهم مطمنين، ما فيش فيها نسبه معادن عاليه ولا حاجه تاذي في يوم من الايام. فبقول لكل اللي بيشوفونا دلوقتي، يلا نستعد، رمضان خلاص بقى على الابواب. انت انا عايز اسال حضرتك، الاستعداد لرمضان بيكون ازاي انتوا كجمعيه والناس؟ احنا بنستعد بتجهيز المطابخ. اول حاجه الوجبات الساخنه. بنستعد بتجهيز الوجبات السريعه اللي هي الجافه اللي بتوزع على الطرق السريعه. بنستعد باعداد الكرتونه، تمام؟ وتعبيتها، ان احنا بنشتري بقالنا شهرين. نشتري حاجتنا بقالنا شهرين، والحاجه اللي بتيجي بنعبي بسرعه عشان ما نجيش في ساعتها، لان احنا بنبدا نوزع من قبل رمضان بحوالي مثلا 5 ايام، العربيات بتنطلق على مستوى الجمهوريه. خلاص، احنا عندنا مطبخ في الاقصر، عايزين ندعمه كمان بمطبخ تاني بيشتغل طول السنه يومين في الاسبوع. في رمضان هيشتغل كل يوم. معانا فلوس للكلام دلوقتي؟ طبعا لا. بس انا واثق في الناس اللي بتشوفنا والناس اللي مع جمعيه البر والطاقه، ان هم بقالهم كام سنه بيعملوا كده. هم يجوا قبلها باسبوع، وتلاقي احنا بنفضل نعمل كراتين لغايه قبل العيد باسبوع. ايوه، متخيله ديت؟ في ناس كده ما تعرفش، بيبقى لها حسبه معينه، فتلاقي فاحنا بنفضل شغالين، بناخد اجازتنا من تاني يوم العيد. معايا؟ تاني يوم عيد الفطر نبتدي احنا بقى ناخد اجازه. قلنا اجازه اسبوع كله بقى مريح. ليه؟ بنبقى فعلا مواصلين الليل في النهار. على اساس ان احنا بنخرج بالزيادات، لان في ناس بتحط في البنك وما بتقولناش. وفي ناس بتبقى بتغير مثلا من كرتونه لوجبه ساخنه. معايا؟ فانا بقول لكل الناس: يا جماعه انا محتاج على الاقل للمطابخ، محتاج على الاقل للمطابخ بتاعتنا على مستوى الجمهوريه، عايز 100 طن لحمه او فراخ. 100 طن لحمه او فراخ. خلاص، عشان برضو الناس اللي حابه تشارك معانا. الفلاحين ابعتوا لنا رز. ايوه، تجار الخضار، الفلاحين برضو ما تبعتلناش شويه بطاطس، يا نوبك ثواب. انتوا المزرعه ما فيهاش بطاطس؟ لا، ما زرعناش فيها بطاطس، احنا زارعين فيها بصل تاني. الزيتون هيطلع السنه دي ان شاء الله. الحمد لله، السنه اللي فاتت بشرت، السنه دي هتنتج. كان عندنا طماطم بس طبعا خلصت. النخل الحمد لله، يعني ممكن السنة دي يبتدي يدينا إنتاج جزء منه. لسه زارعين كمية كبيرة اليومين اللي فاتوا من النخل. هنزرع كمية كبيرة من الزيتون الفترة اللي فاتت. احنا هنشجر المزرعة كلها شجر مثمر ثابت. وهتعملوا فيها إمتى؟ ونزرع بقى حواليها. هتعملوا إمتى اللي هي المواشي؟ لسه مش في الخطة دلوقتي. لازم أعمل سور داير ما يدور حوالي المحطة. ولا هنتسرق، احنا على طريق صحراوي طبعا، خطر. أو المواشي هتهرب يعني. احنا هنأمن نفسنا إن شاء الله. بدأنا نعمل سور من جنبين.
تمام، ده مكلف جدا. بنستعد بقى الجنبين التانيين للسور، لان طبعا طول المزرعه واجهتها على الطريق 300 متر تمام، مساحه كبيره جدا يعني. فطبعا ودي ميزه جميله جدا ان احنا على طريق سريع اول مطل و300 متر اللي هي اكبر مساحه واجهه على الطريق الصحراوي الغرب كله لغايه اسيوط. ودي نعمه من ربنا عز وجل اللي وفقنا في اختيارها لما كنا مركزين عليها، بحيث ان احنا نقدر في يوم من الايام نعمل استراحات على المحطه دي على الطريق ده، نعمل محطات على الطريق ده، يبقى كده برضو حاجات بتجيب بتدر دخل وبتفيد المسافرين اللي بيروحوا وبيجوا يعني. خطتنا ان شاء الله ان بعد ما نخلص الجنبين هنعمل بقى اللي هو مزرعه مواشي، وهنعمل مصنع موبيليا. تمام؟ عشان نشغل فيه عماله ونطلع عماله ونغطي الصعيد منه. تمام، يبقى نقطه انطلاقنا في المساعدات من هناك. وفي نفس الوقت هيبقى فيه بيع، هنفتح حاجه زي معرض على الطريق مباشره. يبقى فيه بيع للجمهور من خلال المكان ده، والمناطق دي محتاجه كتير يعني. طبعا. بنحاول نفكر تفكير خارج الصندوق، لان في الاول وفي الاخر يجب ان اصحاب الزكاه يساعدونا في عمل مشاريع وقفيه. انت مش هتفضل تدي طول العمر، والنهارده ظروفك فيه بكره مفيش، فليه ما نلحقش واحنا فيه نعمل مشروع وقف جميل يبتدي يدخل لنا ارباح باستمرار. بحيث ان احنا نيجي في يوم من الايام المشاريع بتنتج بتجيب لنا ارباح كتيره، وغير كده نحول الناس بتوعنا من عماله من ناس بتتاخد لناس بتشتغل. هتلاقي عدد الحالات بدا يقل، وفي نفس الوقت عدد ان انا اقول لك انا عايز بدا يقل. نتمنى وربنا يرزقكم الاخلاص يا رب، ويرزق الناس يعني الاخلاص برضو، لانه دي اهم حاجه في عمل الخير. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد عوض رئيس مجلس اداره جمعيه البر والطاقه المصريه. شكرا لكل حضراتكم على حسن المتابعه، اشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله.